الخدمة البريدية المخزنية. استفادت من الخدمة البريدية المخزنية الأولى المدن الكبرى للمملكة قبل غيرها، حيث عرفت مكاتب البريد تنظيماً يستند على مواصفات محددة مسبقاً تتحكم في تدبير الموارد المالية والبشرية وتضع آليات للمراقبة، كما تم ولأول مرة التحديد المسبق لمواقيت انطلاق ووصول السعات. طيلة عدة سنوات وحتى تاريخ 22 من ماي 1912 عند صدور أول طابع بريدي مغربي، كانت إدارة البريد تعتمد نظام الأختام، ختم دائري للرسائل وآخر ثماني الأضلاع للطرود وغيرها من الأكياس، في حين يتم التمييز بين أيام الإرسال باستخدام ألوان ختم لكل يوم لون خاص.